تحاول تعبر عن شعورك من خلال الموسيقى، الخوف، الكبد، الغضب، الأمل. احتمال يوقف هالجنان شي نهار. شايفني مهبولة؟ لا، تفاؤل زين. انت اللي تعزف؟ مساوين وطاولة يعني ما تحتاجوا. زعلت على قصة البيانو؟ لا زعلت ولا شيء. وين بابا؟ ما بعرف. ليك بدي اياك معنا، لازم ترجع تلتحق. انت خليك بمعاركك وعوفني برا. البيانو كان لخالي جوزيف. وين؟ رنزة. جنب البيت؟ هذه من اخطر المناطق بالبلد. لازم صلح هالبيانو. طول عمرك غبي، ليش ما تسوي شيء ثاني؟ مين انت؟ الجيش يضرب براميل على الكل، كمان على المدنيين. تريدون الفوضى؟ ما بظن تفهم. قد تكون أكثر فاعلية من باقي الأسلحة في بعض الظروف. أنت المشكلة، معرفنا كلنا للخطر. هاي مهمة انتحارية عم بتخاطر بحياتك مشان بيانو. هذا خيارك الوحيد.